انت ايدك مكسوره من الكوره؟ انا ايدي مكسوره من الكوره. ده كوره اتخبطت فيها مثلا ولا لا؟ والله انا زمان كانوا مسميني بسكوت الملعب. بسكوت الملعب؟ بسكوت الملعب، لان كنت اي حد يخبطنا اتكسر. وفي قصه ظريفه قوي حصلت لي بمناسبه ان احنا بنروح مستشفيات كتير عشان يعني. فانا مره كنت بصوب مش قادر، بطني بتوجعني، فبطني بتوجعني. فالمهم خدني بابا ورحنا المستشفى، فدخلنا فبيقول للست للدكتوره بطني بتوجع، فقالت لي خش. فقالت لي اطلع. فقال لها في ايه؟ قالت له ما فيش حاجه، ابنك بيطول. فقال لها بيطول ازاي يعني؟ قالت له هي دي اعراض انه بيطول. طيب ماشي. فخدني البيت فانا بتقطع، فماما بتقول له ماله، بيقول لها بيطول، استني بس هو خلاص يعني شويه وهتبقى تانية. وقفوا قدامك وعمال تبص. لا واللي هو ايه، انا شويه ويعني خلاص التيشيرت هيضيق عليا بقى وهكسره هالك بقى وكده. فالمهم ايه بتقطع مش ايه، فهو يقول لي طب اهدى معلش اصبر شويه وخلاص يعني. هو خلاص الدكتوره قالت له كده، الدكتوره قالت له كده. فقال مش هينفع، انت بتطول بقالك 24 ساعه، فتعالى ناخدك نشوف ايه الحكايه دي. فروحنا المستشفى فقابلنا نفس الدكتوره، فقالت هو حضرتك انا مش قلت لك؟ قال لها قلت لي ايه؟ قلت لك ان انك بيطول. فقال لها ده بقاله تقريبا 48 ساعه بيطول. خلاص بقى يعني، ويطلع عند الجيران وبتاع، ما خلاص بقى عمال يطول فاهم. فقلت له انا قلت حضرتك بيطول، ابنك بيطول ما فيهاش حاجه ثانيه. يعني ايه بيطول؟ يومين بيطول؟ يومين بطول. طب ما كنت تروح معاك متر بقى يعني. رحنا مستشفى ثالثه، فالدكتور بيقول له وماله؟ قال له ابنك بيطول. قال له ابنك بيطول. قلت له ابني بيطول. قال لك بيطول ازاي يعني يا فندم؟ مش فاهم. جبت حاجه وقست بيها؟ قال له لا. قال لي ما بيطولش يا فندم، دخله عندي. الراجل دخلني احفر له في الارض، احفر له، انقذ بيتكم، انقذ سقف بيتكم. الراجل دخلني اكتشف ان انا عندي زايده بقالي 3 ايام وهتنفجر. الزايده بتطول. الزايده بتطول بالظبط. لا ده بس دي دكتوره عجيبه جدا يعني. لا ومصره ان انا بطول. بعدين اخش جوه تعمل ازاي؟ تقعد تعمل لي كده؟ وانت ازاي بتزاولي؟ انت بتشديني ولا ايه؟ هو بيشتكي ماسك الحته دي. فالحته دي بيبقى فيها الحيل بتاع الطول يعني. لا مش عنده حيل، هي هنا كده عند نهايه الرجل. واخدني دش، لا دايزك هنا، دايزك زيت.